والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. عايزين نجاوب على مجموعة من الأسئلة النهاردة، وأولهم بيكون السؤال الخاص ب يعني إيه سكريبت. يعني سكريبت، السكريبت يا جماعة بمنتهى البساطة ده عبارة عن مجموعة من الخطوات اللي راح تتنفذ بترتيب معين علشان تطلع علينا نتيجة معينة، والخطوات دي عبارة عن ترجمتها لسطور برمجية بيفهمها جهاز الكمبيوتر. حلو خالص. طيب الخطوات دي مش احيانا بتكون خطوات صغيرة قليلة؟ ها الامر ده يبقى لو كانت بالشكل ده، يعني لو كانت صغيرة او قليلة، ده هيبقى امر كويس خالص علشان يعني يبقى امر مناسب لتنفيذ مثلا عملية حسابية بسيطة. حلو. وارد بقى احتمال تاني ان الاوامر دي او السطور دي او حبة الخطوات دي تبقى مور كومبليكيتد واكثر تعقيدا لما بنكون محتاجين نجري اكتر من عملية حسابية او محتاجين نجري عملية دقيقة شوية. حلو. يعني الامر ده بينعكس بالضرورة على مين؟ على شكل الكود. ممتاز. يعني ايه؟ يعني لو انت محتاج تجري عملية حسابية مور كومبليكيتد، السكريبت بتاع جافا سكريبت ممكن يوصل لمئات واحيانا بيوصل لالاف السطور البرمجية. حلو. لا مش حلو. الامر ده جدا متعب لاي حد بيكتب السكريبت ده، كما انه متعب اكتر لاي حد راح يقرا السكريبت ده بعد ما اتكتب. علشان كده كان لازم يحصل تنظيم للمساله دي. فبيجي في بالنا على سبيل التنظيم نقطتين قمه في الاهميه يا جماعه. جافا سكريبت كور على نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولانيه عباره عن الفانكشنز، والنقطه الثانيه عباره عن الاوبجكتس. وبيقولوا ان الفانكشن دي اساسا عباره عن اوبجكت. حلو. نيجي بقى للنقطه الثالثه اللي هي بتكون عباره عن يعني ايه فانكشن. يعني ايه فانكشن؟ طيب الفانكشن يا شباب ده عباره عن مجموعه من البرامج. ها ممكن تكون برنامج واحد وممكن تكون مجموعه من البرامج داخل السكريبت. طيب انت ممكن تستخدمها علشان ايه بالظبط؟ ودي النقطة الرابعة والاخيرة في حلقة اليوم. بنستخدمها ليه؟ عايزينها في ايه احنا؟ احنا عايزينها في ايه الفانكشن دي؟ احنا محتاجين يا جماعة الفانكشن علشان حاجتين اتنين مهمين خالص. النقطة الاولانية علشان تجزأ الكود بتاعك. اديلك مثال، انت محتاج تجزأ الكود بتاعك ليه؟ طيب ولنفرض مثلا انا اديتك تاسك معينة اليوم، هل لو نفذتها بشكل كامل كلها اسهل، ولا انت تقسمها مثلا لاربع اجزاء صغيره وتنفذ كل جزء منها، وبعد ما تنفذ الجزء الاولاني ممكن تنطلق على الجزء الثاني، وبعد ما تنفذ الجزء الثاني تروح على الجزء الثالث، وبعدين تروح على الجزء الرابع كاستبات. حلو كده. ولا ان انا ادي لك الفانكشن، ان انا ادي لك المهمه كده وانت تنطلق وتتعامل فيها. مساله التجزئه للمهمات بيسهل عليك حاجات كتير جدا، وديت بقى اول نقطه من ضمن الحاجات اللي بنستخدم عليها الفانكشن، ان انت بتحاول تجزأ الكود بتاعك علشان مساله المانجنج او علشان مساله اداره الكود. طيب اداره الكود دي هتخدمك في اكتر من حاجه. تجزئه الكود لاكتر من جزئيه بتسهل عليك حاجات كتير. انك اولا تراجع، او بتسهل عليك انك تراجع الغلطه فين. تراجع الغلطه فين لما الكود متجزأ لنقطه، ان الفانكشن دي بتقوم بدور معين، الفانكشن اللي بعد منها بتقوم بدور مختلف، الفانكشن اللي بعد منها وظيفتها حاجه مختلفه، فانت بالتالي هتعرف المشكله فين في الكود، فبيسهل عليك انك تحاول تراجعه. الجانب الثاني الناس اللي بعد منك اللي هتحاول تراجع الكود. الجانب الثالث مساله المانجنج كتير، منها القرايه ومنها الكتابه ومنها الايرور هاندلنج ومنها مثلا انك تحدد الوظيفه. فتجزئه الكود عباره عن واحده من ضمن الوظائف الخاصه اللي بنستخدم علشان الفانكشن. الجانب الثاني انك ممكن تستخدم الفانكشنز علشان تشغل عمليات ربما انت تحتاج تكررها مره تاني او اكتر من مره، وده ضروري. لما ما هو ده اللي بيعمل لي المشكله في حاله عدم وجود الفانكشنز، انت مضطر ان الكود بتاعك يوصل ليه ما شاء الله من السطور. طب وليه؟ ما انت ايه رايك لو تحاول تحط فانكشن معينه بتقوم بوظيفه معينه، وقت ما تحب انك تقوم بالوظيفه دي تستدعي الفانكشن دي مع انك تغير في متغيرات
لغات معينه، او تغير في النواتج، او تغير في السطور اللي بتتحط جوه المعادله، او تحاول تجري عليها مثلا عمليه من نوع معين علشان توصل بالنتيجه بتاعتك. ده اسهل بكتير. ده تلخيصا كده لموضوع الفانكشن. نلخصه مره تاني، الفانكشن يا جماعه عباره عن مجموعه من السطور البرمجيه، عباره عن برامج صغيره، عباره عن سكريبتات صغيره جوه السكريبت الاساسي الكبير اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن الجافا سكريبت كونتينر اللي هيشيل كل الكود بتاعنا. بنستخدم الفانكشنز ليه؟ بنستخدم الفانكشنز عشان حاجتين اساسيين، انك تسهل اداره الكود بتاعك لما يكون متقسم لاجزاء معينه وانت عارف كل جزء بيعمل ايه بالظبط. النقطة الثانية انك بتبقى احيانا بتحتاج انك تجري اكتر من عملية، او العملية اللي انت بتجريها تجريها اكتر من مرة في الاوفر فلو في الفلو في مسار تدفق البرنامج. فبالتالي انت مش كل شوية محتاج تعرف متغيرات او تدرج مصفوفات، لا انت محتاج بس تدرج فانكشن وتديها وظيفة معينة، ولما تحتاج الوظيفة دي الفانكشن بتاعت موجود جاست بس نادي عليها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.